فرقة البوب روك الأمريكية الشهيرة توتو الحائزة على جائزة غرامي العالمية عدة مرات ستحيي ليلة افتتاح الدورة 14 من مهرجان الجاز للعام 2016. هذا المهرجان الذي سينطلق خلال الفترة من 24 إلى 26 من فبراير المقبل في مدرج مدينة دبي للإعلام. وللحديث أكثر عن الفرق المشاركة في دورة هذه السنة ينضم إلينا في الاستوديو أنطوني يونس المدير التنفيذي لشركة شيل أوت المنظمة للمهرجان. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا. شكرا. طيب كيف شايف أجواء المهرجان التحضير لهذا المهرجان في 2011؟ التحضير كتير منيح، يعني نحن السنة رقم 14، صرنا 14 سنة بنعمل مهرجان بدبي بمدينة دبي للإعلام. ورانا هنا ها؟ بالضبط. لو تشوفونا المسرح ورانا خلفنا على طول هذا اللي تشوفونه. هذا الشيء الضخم جدا. تقريبا نحن راح يكون في عنا بين 10 و15 ألف شخص كل ليلة راح يحضروا المهرجان. مثل ما حضرت مثل ما قلتوا انه راح يكون من 24 ل 26 فبراير. نفتح الابواب نحن تقريبا الساعه 6 المساء وبتمتد معنا للساعه 1 1:30 بعد نص ليل. جميل. طيب شو الجديد في السنة 14؟ إيش الفرق المشاركة الجديدة؟ تقريبا راح يكون في عنا 9 فرق راح تكون مشتركة. أول ليلة راح عنا بوست مودرن جوك بوكس وجيمس وتوتو. تاني ليلة في عنا كمان 3 أكتس راح يكون في عنا ديفيد غراي كريس بورتي وستينج. وآخر ليلة عنا راح تكون شوي لاتن، يعني هي راح يكون في عنا لابومبا دي تيمبو من الأرجنتين وأكيد الأيكونيك سانتانا كارلوس سانتانا راح يكون هو عم بيختم الختام تبع الفستيفال. جميل. لمدة 3 أيام كل يوم في 3 فرق مشاركة؟ آخر يوم بس فرقتين بس. أول يوم تاني يوم 3 فرق. يعني اللي حابب يحضر من 6 إلين تقريبا ببلشوا الشوز إن على 7:30 أو 8 بيخلص الساعة 1 1:30. هلا بين الفرق اللي أنا هلا حكيت عنهم راح يكون في عنا كمان فرق من دبي راح يشتركوا. تقريبا كل فرقة بتلعب تقريبا 20-25 دقيقة. بس فرق أجنبية احنا بنتكلم. كلهم فرق أجنبية unfortunately. ما عنا نحن كنا بنحكي في موضوع قبل الفاصل يمكن أنا وأنت ومها عن موضوع المشاركات الفرق العربية للجاز. صح. ليش ما في مشاركات عربية؟ المشاركات العربية كتير، يعني الفرق العربية كتير قليلة بالمنطقة عنا هون، خصوصا إذا عم نحكي على الكاليبر تبع ستينج أو سانتانا أو هيك. ما عنا بعد فرق خرج تكون بهالمستوى unfortunately كمان برجع بقولها. بس ان شاء الله يعني ان بالسنين اللي جايه راح يكون في عنا اكثر اشتراكات عربيه. تتوقع انه موسيقى الجاز ليست منتشره او اقل استماعا في العالم العربي من برا؟ معقوله. ايه، لانه يعني الجاز هو اصلا كثير قليل بالعالم كله. في شغلة قال الميوزيشن يلي هو من توتو عم بيقول انه اسمه جاز فيستيفال لانه نحن عم نفرجي انه اتس كواليتي ميوزك بقى. مشان هيك هلا صار دارج اكثر الدي جي وهيك بقى. مشان هيك ما عم نلاقي بقى كثير فرق كثير قوية بالمنطقة تلعب الجاز. يمكن هي تحتاج للمستمعين يكونوا من فئة أكبر عمرا، يعني هلا ما يستقبل فئة الشباب كثير. صح. العالم اللي عم تجي لعنا هي أعمارها تقريبا من 25 ولفوق. بتلاقي كتير عنا 45-50-60 سنة يلي هن شوي ركزوا وبحبوا يسمعوا الموسيقى شوي الركزة رايقة. أيوة. يعني انا مصمم ان نرجع دائما لموضوع الفرق العربيه. يمكن يعني قد شفنا كم فرقه عندها مشاركات جميله لطيفه، شباب عندهم مشاركات برضو جميله لطيفه. ما فكرتوا انه مثلا في المهرجان تحطوا فقره بسيطه مثلا لاستكشاف او اكتشاف موهبه جديده تغني الجاز العربي؟
جربنا قبل سنين وما يعني النتيجة ما كانت كتير منيحة. في عنا مثلا في سنين جبنا مثلا مثل جيمان وكيو من لبنان، جبنا شرب الروحانة من لبنان، جبنا ما عم بتذكرهم كلهم، بس جبنا من مصر، جبنا من الأردن فرق، ويعني they were okay بس ما في هالنمبرز، يعني ما في الأعداد الفرق حتى نجيبهم كل سنة. بس الفكرة منيحة انه مبركي بنعمل، بس بدنا دعم دولي ساعتها. دعم عليك، الدعم ان شاء الله يجي. عموما احنا بالنسبة لي انا ان شاء الله حكون متحمس جدا اني احضر اول الحاضرين باذن الله. شكرا. طيب بما انها دورة ال 14، كيف تلاقي الحضور استقطاب المهرجان للزوار؟ هل هو بالقدر المتوقع؟ يعني تقريبا رح يكون مثل السنة اللي مرقت اللي هي 2015، نحن كان عندنا سولد اوت كل ليلة. وهالسنة قبلها بيوم ولا سوري؟ قبلها بيوم يعني ولا بنفس اليوم؟ يعني نحن هلا مثلا في عندنا عشان نطمن يعني في عندنا ثاني ليلة اللي هي ب 25 تقريبا سولد اوت، ثالث ليلة كمان يعني ماشي بعد في شوية تيكتس موجودين بالسوق، أول ليلة it will be sold out يعني in the next few days الحمد لله. جميل إنه يعني بالرغم من إنه هذه الموسيقى يمكن غير مشهورة كثير في العالم العربي، بس إنه المهرجان تكون كل التذاكر مباعة، هذا دليل على إنه في استقطاب أو تعطش صحيح لهذا النوع. هلا نحن عم نخلط بين الجاز وبين الروك وبين البوب وبين هذا نستقطب الجماهير. جميل. اي بقى لا الحمد لله انه راح يكون يعني مثل كل سنه، هذا السنه رقم 14، ومن وقت ما بلشنا لليوم انه الاعداد عم تكبر كل سنه. جميل. مفكرين برضه تحضروا للسنه الجايه؟ متى بتبداوا تحضروا عاده يعني بعد انتهاء بس نخلص هذا المهرجان بناخذ اسبوع هيك رياحه ونرجع نبلش نشتغل. الله يعينكم، يعطيكم العافيه. ثانك يو. شكرا لكم.